لقد دخلك الفرسان، عددهم يقارب 500 طالب يدرسون بمدرسة مسجد الهجرة بعين الرنات بولاية سطيف. هذا العدد يجعلها من أكبر المدارس على مستوى الوطن، وهي تطمح للمزيد. والإنتاج الذي تم هنا بالمدرسة القرآنية، أقصد الإنتاج البيداغوجي من حيث التعليم القرآني، لحد الآن لدينا 440 طالب وطالبة نظاميين. هذه المدرسة القرآنية ولله الحمد أظن بأنها من المدارس الرائدة في ولاية سطيف التي تستقطب هذا العدد، وكما تابعتم معنا في هذا الحفل بأنه عندنا عدد الطلبة المسجلين الجدد 300 طالب سيدخلون إن شاء الله بعد عيد الفطر إن شاء الله إلى المدرسة القرآنية، ليكون عدد الطلبة الذين يدرسون في المدرسة بإذن الله سبحانه وتعالى 700 طالب إن شاء الله. المدرسة ستفتح أبوابها للأجانب، وهي تهتم أيضا بتدريس المتون ومختلف العلوم. عندنا في المدرسة القرآنية طلب أجانب سجلوا في هذا العام الدراسي، طلب من دولة سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. هذه الوجوه النيرة جاءت لنيل جائزة حفظ القرآن في أجواء روحانية. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل حرف علموني في ميزان حسناتهم، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة وحجة لنا لا حجة علينا. عدد الطلبة سيقترب من 1000، إنه إنجاز له أثره على التنشئة الاجتماعية لأطفال وشباب المنطقة.